لأني أنا مش مقتنع بأن غسان سلامة هذا جاي بحل. غسان سلامة بالذات هذا ما يبيش حل. عنده حل معين من دول معينة هو جاي يمثل فيها يبي حل بتاعها. أما باش تقولوا لي إن نحن نمشوا يطلب غسان سلامة 13، لا نحن لازم نكونوا قاعدين، لا لازم وجهة نظرنا كلام هذا لازم نحن نثبتوا أنفسنا حتى بأن ما نكونوش قاعدين مش حيقدر يدير شيء. أما باش غسان سلامة يفرض علينا الصراع، قاعد صراع يعني يبي يفرض أن صراع جهوي، هو من صراع جهوي. نحن في ناس تبي عسكرة الدولة وناس تبي دولة مدنية، هذا الصراع في ليبيا منقسمين من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب قاعدين هنا، ومن الغرب ومن الشرق ومن الجنوب قاعدين غادي. كيف يقول لي دوائر ويبي يفرض عليا وبعدين بيجيب لي 14؟ تمنوا ال 14 اللي بيجيبهم لي ولا 13 هذوما منين بيجيبهم؟ سمعنا قالوا قبائل ومنظمة ومجتمع مدني وأنصار النظام السابق ومش تبعت، هو حتى أنصار النظام السابق كيف بيختارهم؟ هم واحدهم من قسمين قبائل، من القبائل اللي بيجيبهم؟ كيف في ليبيا 3 ولا 4 قبائل ولا 5 قبائل ولا؟ يعني الراجل يبي خششنا في مشاكل وخششنا في كلام زائد. إذا كان في حوار وفي كلام بين مجلس النواب ومجلس الدولة، غير هيك ما فيش. لازم نحن نتكلم الكلام هذا ونفرضوه، مش نمشي وين ما يبينا هو. تي نحن عندنا نائب عن مدينة بنغازي مختفية إلى الآن ما ندروش عليها، وهو لما تدويله ما يبيش كلام عن الموضوع هذا بكل. نحن والله عم نكلم سيادة المشير، عم تشان تي مشير بتاعك وينني سألنا عنها؟ تي سألت عنها يعني ما قدرش ما يبيش يحمل المسؤولية بكل. تو وين ماشيين نحن؟ تبدأ من الرجل هذا قاعد والله ما مقدمين. أنا باش نقعد بالمفشي ليك نقولها، أما باش تجاملوا لا، ولازم نكونوا قاعدين وكذا حاضرين. تقعدوا حاضرين وحيمشي عليك من اللي تبيه، اللي يبيه هو حيمشي عليك. ها وقعدوا حاضرين وشكرا.